وبعد دار شوار. الحلقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم دار القفل. للمؤلف والمخرج محمد الكرهاي. خلط المسعين كفها وذكار وسبيتة وطيبة تلجب على نار. خلقي مسعين كفها وذكار سبيتة وطيبة تلجب على نار. بيا مولات الوهرة والكار وفراش الهمشكي في الدار. المنصف الوكيل زكية بن عيد، منصور أبو ستة، وفاطمة خنفير. يا لطيف أختي، جاه ربي يقول ليش قاعدة تخنتي وعليش تلوج؟ إخش عندك مخبية في هيك الرمية؟ أقعد ساكتة وتلها برويحتك، ما عندي ما مخبية. تحسبني كيف هيك الكنة اللي عندك؟ الحاجة العزيزة تخبيها ليلك انتي والخوك سعيد وتمديها لكم بالساكتة مني بعد ما تطمن علي انا رقدت وخذتني عيني. تحسبوني مانيش فايقة بيكم وبعمايلكم. يا ويلك ويا طول ليلك. زيد 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 ركب الذوب على كتافك مليح، ناقص عاد ذنوب انتي. عجب والله، عاد شكن هي اللي عندها ذنوب زيد من صاحبتها، انا ولا انتي؟ كانك علينا الحمد لله يا ربي، كلمتي نقولها جهار بها وكل شي بالمكشوف، ما عندي من شكون نخاف. اما اقول انت هي اللي تقرس ويديتك تحتك وتحبك من داخل حبكين عليا وعلى بنتي. علاش عندي نحبك عليكم؟ على عويناتكم الزرق ولا على شعوراتكم الصفر؟ خير منك بالله. يا حسرة يا حسرة عليك. اما لا طلتهم انت عويناتنا ولا شعوراتنا؟ وكان الزيت مدكوك والغيرة متاعك خيلك. بجاه ربي قل لي مناش نغير يا عينين ببشير من كل شيء. بالله والله تنتي هيك الليلة في عرس بنت حورية جارتنا لهمت المرأة وقلت لها بالليلة وحالية وقت اللي قاتلك ما زينوا المحفل كان البياكنتك وقتك لطيفة. نسمع فيك بوذينتي كيف قلت لها تي خليني سيك تعاد. أما هي مرة زيادة لي لهمتها وقلت لها لو حالية. عجيب يا زبيد أختي والله، ماشي تنكر عيني في عينك. أما مرة زيادة مجيدة اختم العروسة. يرك محبوسة كي ما تفهمش الحديث وما تسمعش بالباهي. هيك قلتها لو حالية على خاطر تحبني نقوم نتصور مع العرايس وانا ما حبيتش. هيوة صار هيك. عليش هيك عليش؟ ما لا يا خيتي سامحني، انا هي الغلطة وما فهمتش الحديث بالباهي. اي يا حيك طالما توجع لي شي راسي على هالصبح. اقعد ساكتة ولا قوم اخرج من بحذايا. الله يبارك يا زبيد اختي. ها اني ساكتة. يكزح عاد الغد شوية خليني نقعد حذاك. امشي الساعة قبل ما تقعد حذايا، هز هيك الطبق متاع الجلجلية من البرسيانة وخليه في الشميسة في الفيراندا اوكي الدنيا تصفيت برا. عاد وانتي واقفة مبهقت لي بهك العينين. سمعتني شيش قلت لك؟ بيه سمعتك. هني مشي يزمة نجريس. إيه نزمة نجريس صحيتك يا اللي بكلك تنوقيس. إيش عندي ما كنت نقيس سطال بطة إن شاء الله ما يحوكش شيه دخري واللي بمجد. وو يعطي بخدة هفجعني علي يا بلا. نحسبه كان سير قاعد يدور في الجردة. شكون هو هذا اللي قاعد يدور في الجردة؟ إيجا 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 يا زبيد أختي إيجا إيجا. شوف خوك سعيد كيفاش قاعد يتسيلخ يندرا على سنيو. تيجا تيجا تي وين هو ترى؟ تيبعد هكا شوية عاد خليني نشوف.
ترى حل 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 البرسينة قبل. لا لا ما تحلهيش في العقل، خير ما نشوف انا اوكي ان الدراش عنده في يده وداخل بيه البيت الدجاج يجي اشوف. ياه تظهر حاجة ملفوفة في بشكير، زعما هيك شنو يا لطيفة؟ وانا وين نعرف على مزانه يطلع شي زادة قاعد يسرق في الدجاج ولا في العظم ويبيع. هيا تعرفش كيفاش يا سبيدختي؟ شنو هز في يدك انتي هيك قالب الدرع، وانا تو نهز عصات البازي ونخرجوا نهجموا عليه ونحصروه في بيت الدجاج ونشوفوه اش قاعد يعمل واش باش يهز. كلا اقعد هوني الساعة وشد بلاستك حتى نشوفوه باش مش يخرج. كان خرج من بيت الدجاج وفي يده دجاجة نصدموا عليه، وكان خرج يدي فارغة 100% يا لندراش عنده خبة. ايه والله قلت الحق، تبارك الله عليك يا زبيدختي وعلى هيك المدة الشخمة اللي عندك. هوكا 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 خرج شي ما عنده في يده يا زبيدختي. هكا هو ملا كيما قلت لك انا، يا لندراش عنده ملفوف في هيك البشكير تخلو خبه. ايش ايش ايجا نرجع ونقعد في بلاصتنا واعمل روحك ما في بالك بحتى شيء. اوكي يضر جاي لهوني وداخل الدار، باب الفيراندا مسكر ولا محلول؟ مسكر مسكر يا زبيدختي مسكر. اسمع لا تسألوا ولا تجي على حاله ونحسبوا رواحنا ما رينهش حتى الساعة يقوم مصطفى ونصبوا له الصبع. يا بيا بنت اختي بيا بنت اختي ايش كنت انت يا اللي الدق يحل يا ذاكرة الملك؟ قال له شكون انت يا اللي تدروس عليا؟ قيل محسوب ما عرفت صوتي ولا ما سمعتنيش اش قلت والسمي. ايوه صارت سعيد خويا ولد امي وبويا. ايه يم البويا ولد امك وبوك يشوقك فيهاكم فردات السلوك ويطيح بهم سعيد خوك. يعطيك فرح يا سعيد لين الدق على الباب. من علاش تحبني ندق على الحيوطة؟ من لقات لي لين الدق على الباب؟ ايه قرب لي هيك القبقاب وبعد من قدامي ترى. باهي اهو القبقاب واسكت علينا لا تفيق ولد اختك ترى. ايه بسم الله عليك وعلي ارعشوا منه تراه الجماعة الكل قريب ترده لنا صيد بوغلاده في هدا. ايه ولا حال انت ناقص رعشين منه يا خسارتك، وين ما تشوفه تبدا كان ترقل وتعس على روايحتك. انا نرقل من عمايله مانيش نرقل ولا نرعش من جهامته. يا جهامه من غير عقل وثقل ابعد ابعد من قدامي خليني نتعدى ترى. زبيدختك وين محشيه؟ ما نعرفش عليها وين محشيه، لوج عليها حتى لين تلقاها. ايه ان شاء الله تولي محرمه متاع خشم ولا فرده قلصيطه ضايعه باش نلوج عليها. يا بسم الله يا زبيدختي زبيدختي نقص علينا حسك ويزم الدو ولا تفيق ام والدة. اش تحب عندها زبيدختك؟ انا في الكوجينه. شنو هو الحس الكل اش تم يا اخي؟ ما نقضوش في الدار ولا كيفاش؟ نقص شوي واحترموا العباد. هاك لطيفه نقص انت يا مصطفى ويزم العياط ويجيني الهون. يجي قبل ما يجي يجي نهارك سعيد قبل سعيد مبارك. اش تم زاد صبه ولا شكايه؟ لا لا صبه ولا شكايه، خبايزه جابها لنا ربي على هالصباح. يجي الهون نقلك. شنو يا خالك سعيد؟ انا ندرش عنده خبيه في بيت الدجاج توتو. شكون قالك الحكايه؟ شفناه من البرسيانه نتاع الكوجينه انا وامي متك يتسيلخ وفي يده بشكير ما نعرفش اش لافف فيه. والبيه بنتك وين هي؟ شافته معاكم ولا لا؟ لا البيه ما شافتوش وما هيش يهوني بالكل، خرجت للسوق وقالت راني باطيه شويه متعديه ان بها الخياطه عندها قياس ومش يتهزلها المقافل والبطنتر وبتها. بارك الله عليك يا ام كلطيفه، الصبه اليوم عندك بالتفصيل وكل قطره في بلاصتها. اي اسمعني وركز معايا مليح. هاي أني نسمع فيك هتش عندك مشي. أي إن شاء الله تولي لي كيفك أحب أشوف ولد أمك جميلة، كل ما الثين وقت ما نحكي معاه يقول لي هتش عندك ومشي. مال أنا منين حفظتها؟ ماني من عنده هو، وقت ما يجي عبي كرتة للمام الماجل يبدأ كان يسأل ويحكي حتى لين يوجع لي راسي، وعمره ولا قال لي كلمة باهية وتهز القلب. هذا أنتم من غير فص الله معافينا وما طيحني بيهم أنا. أي هذا الكل مش وقته توا، اسمعني مليح الساعة. أنا توا مش نرجع نرقد وماشي نطلب من التليفون متاعي تليفون الدار هيك اللي في الوسطية. إيه؟ وبعد ما ينقص ثلاثة مرات وانت هز السماعة وعمل روحك قاعدة تتكلم بالعياط باش يسمعك خالي سعيد. اش مش نتكلم واش مش نقول، هيت قريني درسي عاد. عامل روحك تقول باهي الله يبارك يا سي منصور، عاو سعيد خويا هوني ولا توا كيف يقوم مصطفى نقول له يتعدلك وسلم عليه وعلق السماعة. وكيف يسألك خالي سعيد ولا الحاجة في شكون كنت تتكلم قل لهم منصور الحجاب
قال لي راهو عندكم جوابات وأوراق جابه من البوسطاجي إجاو هزوهم. فهمتك يا مصطفى، بس عادة تحب تهجس خالك سعيد وينجز يمشي له يجري. أب 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 تراني نسيبتك لطيفة بنت القفل ونفهم الدنيا الكل. نعرف نعرف أخي، حتى تقول لي باهي. قل لي بعد ما يخرج خالك سعيد اش ناوي تعمله؟ ماش نشتحل اش قشق بوسعدية ما لقاتش تعمل يا بنتي برا الساعة برا حتى تنجح المرحلة الأولى من الخطة متاعنا ومن بعد يعمل الله. توا نقول لك شمش نعمل. باهي الله يبارك عني ماشية برا وليد اختي، ينجح أعمالك وينصرك على خالك. هي عاد بدنا نوقز لي هيك التليفون. جز من العياط يا أمك لطيفة، برا امشي برا، أنا مش نطلب برا. يا أخي جاوب عليك التليفون وشوف شنو. أنا مش نجاوب يا زبيدة. يلف روحك عاد يا فكرونا قبل ما يفيق هيك نسيب اللي عندك. ألو شكون أنت؟ شحالك يا سي منصور؟ يسأل عليك الخير. باهي يقضي حوايجك ويرحم بيك وميمتك. باهي باهي أو سعيد خويا هوني ولا توا كيف يقوم مصطفى نبعثه لك. بارك الله فيك. أيا في زمان تربية. أما منصور يا لطيفة، أما مصطفى اللي باش تبعثه له شسمى؟ ما نعرفش. وانت باش لهي يا اخي موقف اوذاني كيف هيك يا رني بالصول هوني وتنسنس عليا في شكون نكلمه؟ اشكون كان يكلم فيك لطيفه؟ بوك منصور الحجام اللي في حومتنا. شبيه؟ قال لي عندكم اوراق وجوابات جابهم البسطاجي اليوم الصباح وقول لمصطفى يتعدى يهزهم. اما مصطفى اللي يهزهم وانا وين؟ هيكم 100% تلقى في وسطهم الموندا متاعي اللي بعثتها لي فضيله بنتي. توا عندي فوق الجمعه وانا نستنى فيها. يا زبيدة خليني نمشي نوصل له، وكان سالت علي البية قلها أنا تو نجي. ملك أنا لقيت ورقة ولا جواب باسمي أنا، جيبه معاك يا سيدي خويا. باهي يا لطيفة، تو اللي نلقاهم الكل باسم دار الغفل نكلكف عليهم ونجيبهم معايا. المفيد حضروا لي حق التاكسي، ما كانش ينمكر بيكم ونشيح لكم ريحكم. باهي يا سعيد في الضمانة. يما عليك يا أخي، كان ما شيحنا لك شريقك احنا نهار اليوم. وعد الله عليك يا سعيد يا رقيقص اللي نقوله لك في ساعي جد عليك. كيفاش يا لطيفة؟ إن شاء الله العبت الوكذب تعريه باش هجشتوا بالدار. وهذي عندك فيها شك يا حاجة؟ صباح خير. نهارك سعيد. بسم الله علينا وعليك يا وليدي، حتى راقد بالنوم وعقلك يخدم باش تلعب الخالكة. يسلم اللي جابت لي الخبر العاجل وينوب عليها فراجل. يسلمك يا رويز البنتي ومن غير مزية. المفيد من بعد عاد حز عليا. لا هكاك تهنى يا ام كلطيفه، ما عندك كان الرجال بحول الله يفهموني الساعه باش ما نزيدوش نضيعوا الوقت. نخرجوا الجماعه كل دعوه متلاسمه لبيت الدجاج باش نفركسوا مليح ونبربشوا النخل نبربشوا تيش خبا خالي ولا شي يقولوا له، ومن بعد يعمل الله. هاي يزي يزي متفرعيس يا أمك لطيفة، أنا لقيت البشكير مخبيه هنا في شكارت الشاي. ترى حل شوف اش فيه. وإذا شنو زيدة تاي طبينة وإذا بينا بتحضو وكل راس ما عرفش مكتوب فيها تخوش عليها كل راس طلوق. يعطيه بخذة شي كركر واش يجيب صاحبك يسبتوا فيهم وشني حكايتهم. يطلعش زيدة أخوك سعيد يطبل في السحور يا زبيد أختي وإحنا ما في بالناش. وين عندي طبل اخي احنا وين ما فيقوش بيه في عقب الليل كي يخرج. ايه انت عاد قداش تفيق ولا قداش نومك خفيف؟ علي بالله لو كان يتصبوا حتى 4 كميونات حجر تحت راسك لا تتحرك منك حتى شعره ولا يقف شخيرك. هيك تلقاه 100% مادام انا نتسحر ونرقد على بكري يتسيلخ ويخرج بالسرقه منا، وبعد ما يكمل يطبل كيف كيف تلقاه يدخل يزحف كيف الحنش باش ما نفيقوش بيه. زعمة يا وخيتي. لا زعمة ولا 100% يلزمنا اليوم نتأكدوا من الحكاية. تبارك الله ليه يخدم في 3 بوسطات، الصباح يدبر في راسه في الأسواق والعشية يخدم طراح في الكوشة وفي الليل طبل. هذا شكون كيفه يا وخياني؟ معتها الخو اللي عندنا قداش يدين وقداش يهتك على سقيه ما صحو. أي سمي بسم الله على أخوك لا تاخذوا بالعين ويشدنا تركينا في هالدار ونقعدوا نقاسيوا فيه ليل مع نهار. لا مكسب بعد هو صورت مليح منه كيف يشد لي تركينا
بسم الله وتبارك الله لي وعين الحاسد ان شاء الله ما تحوكش فيه. كيفاش ما تحوكش فيه العين يا ولدي؟ ديره وتبارك الله عليه ال 24 ساعة وهو يحطك ويدور. تقول شي عليه الله معفين هيك الديسك متاع منقلة الضوء ليل مع نهار ويدور وينعب ليكل وليمت. اي خليونا في المفيد وما تزيدوش تضيعوا الوقت قبل ما تجي البي وخلي سعيدي. ايه والله قلت الحق يا رويج البنتي. اي سيدي المرحلة الاولى من الخطة متاعك نجحت، هي تعطينا المرحلة الثانية واللي بها الفايدة توا؟ يعطيك باخذة يا لطيفة شتلوج على المشاكل وكان لا قدر الله تجيب راسك نهار اليوم. لا لا لبس عليا بحول الله، مادام نسيبي واقف على راسي ما نخافش عليه راسي. هيا اسكت علينا وخلي وليدك يتكلم. هيا سيدي نجيو للمرحلة الثانية توا، بيت الدجاج ماشي نسكرها بالشرلية ونهز المفتاح معايا. هاتوا هاك الشكارة الفارغة باش نسد بيها تحت الباب، زعما زعما لا هو ما يلزموش يدخل، ونسكروا هالشباك الصغير فرد برا. وهالبوب ليل كل ليل يا وليدي باش نقدوا الحركة ويجد عليهم. هاي اخرج وين وانا توا يلزمني نخرج من الدار جملة واحدة، وكيف تجي البيه وتسألك مشني الحكاية قولولها راهو مصطفى راجلك ابعث واحد باش يبخ ويرشدوها في بيت الجر، وبعد ما بخ ورش سكرها بالشرلية وهز المفتاحة معها الرجل. متفاهمين ما هو رويس البنتي؟ كانك علينا متفاهمين وعلى الظالين مين. اما زيد وصي ميمتك اهي تسمع فيك، شكون يعرف يا وليدي تمشيش تدور علينا؟ لا ندور عليكم ولا تدوروا عليا، كاكم علينا مع البالي بحتى شيء ولا ريت ولا سمعت. مريت ولدي انا مع البالي بحتى شيء ومن بلاصتي هذه ما تحركتش حتى كيف جاه الراجل خرجت له ميمتك وبنسمع فيها من هوني الترتقية ويه. لا هكاكا حتى هي كيفاش عاطية كان في الخروج وفي الحكايات مع الرجال، لكن حبيت ما نخرجلوش توا نخليه يحوس في الجردة ويدخل البيت الدجاج وما ننتبهش منه وكان لا قدر الله يهزنا بعض الحوايج. انا نحب نعرف اش بيه مصطفى ما قاليش على هالحكاية وما علمنيش. توكا عاد قال لي انا يا بنيتي شنو الفرق يقول لي لك ولا لما يمتك؟ بالله هكا والله هو ما بجل يقول المرته ولا يقول نسيبته. ما لا نش نقول يا ابني تختي، هذا اللي يقول لك ما يمتو في عوض اللي يحكي لي ليليانا ويعلمني قايم يحكي نسيبته ولا انتي الكل عنده الشورة شورتها هي. احنا ولينا من ملوش العين يا ابني تختي، يا راي وبرا سير حبيه ناقة هو ما هوش فيق. اسكن هي الناقة يعق جمل، رديتني ناقة جملة واحدة. يا بايا بنت اختي قل لأمينتك تعطيني حق التاكسي توتو، راني ما لقيت كان اوراق الموظف. وهذا اش قاعد يقول زيدة؟ وانا وين نعرف عليه، هيك خالك وهيك انتي برا مشي حلو الباب وشوف اش بيه. اي حليناش يا الباب، يعطيني لطيف اختي كلاب كيف خلاتني نهار اليوم في العذاب. اي بشوية يا خالي يعني جايتك. يا زبيد اختي نحس في مصارني قاعدة تهروت وكرشي دارت في الدورة، اني دخل للا باندا. يا حوافة هكا قول مشي تتخبى، قول لي ما يفهمكش يا درويشة. وين هي وين مشات يا زبيدة؟ عاوكي دخلت للا باندا سعيد. اما لا باندا اليوم اللي ما نجر عليها في الفيراندا وغير واحد منكم يقفلي. عاوكي قدامك ومنك ليلها هكي يخدك هكا انتي. يا خشبيها شعملت لك يا خالي؟ الدجل عليا قالت لي منصور الحجية متكلم وقالكم يجاو هزوا جواباتكم وأوراقكم وهو شي ما ثم منه، ما لقيت عنده كان أوراق الموظة. محتها يا لندرا شكون عندها تكلم فيه في التليفون وتكذب علينا باش ما نفيقوش بيها. أي خرجناش يا لطيفة؟ لا لا مانيش خارجة وما زلت نبطع عليك يا سعيد، برا مشي يخرج كان عندك وين ماشي. ما عندي وين ماشي، أنا نستنى فيه ومانيش متحرك من هوني، يا ما راسك ولا راسي نهار اليوم. اش ثم زيدة اش بيه هذا يصيح ويعيط ديما في المشاكل نتاعو هو. السلام عليكم قبل. وعليك السلام، يجيني الهول انت يا بابا يجيجة. نعم ان شاء الله خير. اش ثم زيدة؟ شكون هو هالراجل اللي بعثته باش يبخ الدواء في بيت الدجاج ومسكرها بالشرلية وهزت المفتاح معاه؟ اوه اش قاعدة تقول يا بيا؟ راني ما استوعبتش حديثك مليح يا بنت اختي. تحكي مع راجلها مش مع خالها يا بيا؟ نعم. هز المفتاح معاه باش حتى واحد ما يحل بيت الدجاج ويدخلها، وباش الدواء زادة يعطي مفعوله. وزيد هو غدوة الصباح كان عش تنجي باش يبخ المرة الثانية، على خاطر يلزمها تتبخ مرتين كل 24 ساعة مرة. المفيد
قال لك بيت الدجاج لا هو يلزم ما يدخلهاش. يا ميمتي نحس في الهواء القطاع والنفس ما ثماش، ما صلطني على تخبيط رزق الناس في بيت الدجاج. اما رزق الناس يا خالي يا اخي، ايش عندك مخبي فيها بيت الدجاج؟ نعون بوك محمود الطبيب ماشي نطبل هالليلتين في بلاصتو على خاطره مريض ومستبرد. يا ناري على روحي كيف ما عنديش أزهر معاكم، في بالي ماشي نطبل بالسرقة منكم ونصور هالأربعة صور دي من عنده. إخياني تفضحت وتكشف كل شيء. هيك احنا طلعنا فيك يا سعيد على خاطر كل شيء تخبيه علينا. يا بيا نعم يعمل منك، شوفت القالو شي طنجرة قديمة ولا هيك الشقالة اللي تصف فيها الخلطة متى الدجاج يطبل بها الليلة حتى الغدوة يا منعاش؟ بشوية ساعة يا حاجة، قل يا مصطفى. نعم يا اخي، وين صارت هذه بيت الدجاج تداوى والدجاج في وسطها؟ تحبهم يموتوا؟ ما هو يا بيا هذا الدواء هذايا اخترعوها ليامات جديد. ايوه انا لقيتها تاني، تفكرتها ولا شي يقولوا له. قول مقلب جديد اخترعته ودبرته وانت ونسيبتك. وين نقول شبيها هربت وتخبيت. مصطفى نعم اطلع بنفتح شرولية وين خليتوهما. تحب الواقع يا بيا؟ عاملة وعملتها بيديا. كيفاش؟ جينا نربحه صادنا ابو ربيح، سكرت الشرلية ونسيت المفاتح في بيت الدجاج الداخل بتبهذيل الشيرة. حتى الغدوة يا منعاش طاوة نجيب ولد امك خميرة يقطعها ولا يشوف كيفاش يحلها. كيف رد علي يا ربي شتعمل ايه؟ اما غدوة متاعك وهكا تجيجات زي لبكمة. كيفاش ماشيين يتعشاو الليلة؟ يلا غير، تحب تقتلهم بالشر ونقوم الصباح نلقاهم يابسين اخر ضربة في شقان الفطر. تمشي تجيبه من داره. لا لا يا سيدي دبر على روحك، انا مرتي منبع عليا بعد شقال الفطر. ما نخرج حتى بلاصه دي هي القهوه اهي بجنبنا، وما تخلينيش نخرج لها باش نطلع حتى للمحرس نجيب ولد امك خميره. يا بيا يا بنت اختي. نعم يا خالي. اذنش العصر مدلي دبوست القوارص، نحس في قلبي وجعني وقيل عندي عرق مالص. يا مصطفى يرحم والديك يزي من الدكوك نتاعك، برا ما دام فاتح شروليه ولا قولي وين خبيتهم. بر خبيهم عندي يا بيا وهم فوق مني. صحيح وما نعطيهم لك الا ما تقول الخالك يسامحني وما يخش من عندي حق التاكسي. ما كانش تو نرميهم في السيفونه. لا لا يا لطيف اختي، يعمل منك ما ترميهم شورد بالك، اقعد غاط وما تخافش تو بعد ما نشق الفطر يطير لي الغش ونسامحك. إلى اللقاء غدا مع تحيات محمد الكراي.